بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة من محلكم وميزات فتيحة عين سبع، كنجد لكم الترحاب بلايف جديد، لايف مطرطق كيف العادة، الجديد مليء مليء بالمفاجآت، مليء بالصولد. صراحة ما يمكنش نجيو عندكم بواحد اللايف وما يكونش فيه الجديد. إذا كاين البريستيج، كاين اخر بروموسيون باقى حاليا في الكترو ميناجي، سواء في الهاشوار ولا سواء في العصارات. اذا ولا بد من ذكروا بواحد ثلاثه الحوايج مهمين نطرقوا لهم قبل ما نبداو اللايف ديالنا. اول حاجه هو التوقيت ديال العمل ديالنا، اننا كنحلوا من 11 الصباح، من 11 ديال الصباح، وما كنسدو حتى 12 الليل. من 11 الصباح كنسدو غير وقيت الفطور، مع ديك 6 حتى 8 بحال ما هكاك، مي كنبقاو حالين حتى 12 الليل. ثاني حاجه توقيت، واننا ما كنخدموش نهار الجمعه راه كنكونوا سادين. هذا ميساج لكاع الناس، لحقاش بزاف الناس تسخسخوا ما شافوش المعلومه في اللايف ديالنا، فاحنا راه نهار الجمعه كنكونوا سادين. وثالث حاجه غنطرقوا ليها، واننا كنديروا لا ليفغيزون للمغرب كامل، داخل الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء، وغنجيكم ان شاء الله الديتاي ديال لا ليفغيزون وسط اللايف ان شاء الله. مي قبل نعطيكم الجديد، دخل جديد صراحة، دخلوا واحد لي فاز على الشكل وعلى الألوان، شوفوا فاز واعر بريستيج خطير. كاين عندنا المرخم ديالو في البيض، كاين عندنا المرخم ديالو في الكحل، كاين هاد الزواقة حتى هي مرخمة في البيض وفي الكحل. صراحة واعرين هاد لي فاز وكبار تبارك الله، شوفوا قداش، راه ماشي صغار، كبار هاد لي فاز، كانوا ديجا عندنا الصغار ديالهم، هادو يلاه دخلوا جداد، في انتظار إن شاء الله نقدروا ندخلوا الورد ديالهم، إن شاء الله حنا غادي نشوفوا، نقدروا نخدموا عليهم هاد الأسبوع الجاي. فهاد لي فاز الثمن ديالهم عوض 100 درهم باش خداهم الناس حتى 120، حنا كنديروا ليهم فقط 60 درهم. فاز واعر بريستيج، الثمن ديالو فقط 12 ميدريال. والجديد في الكوبا، يا سلام على الكوبا البريستيج، شوفوا معايا البريستيج واعر. هاد الكوبا كتجيب لومبراج ديالها خطيره جدا، شوفوا تبارك الله كريستال، شي حاجه مخدومه اللهم بارك. كتجيبها السينتا بالدوغي ومن الفوق بالدوغي، الثمن ديالها عوض 120 عوض 130 درهم كنظن، باش كانوا كياخذوا الناس هاد الشيء، فقط 60 درهم 12 ميدريال. كوبا بريستيج كبيره تبارك الله 12 ميدريال، يا سلام على الجديد. وعندي لكم واحد الحطيطه غتعجب الناس الدواقه، انا غنعطيكم واحد اطلاله ان شاء الله وانا جايكم الاثمنه. شوفوا الطبيصيل ما بقاش فيه بزاف، ممكن اللي غيجي غدا هو اللي غيفوز، باقيين فيه واحد جوج ديال لي باك صراحه، لحقاش ديجا كان عندنا. حطيت لكم مع هاد المعيقات اللي ما غيتهم معاه، جاو في النوار، مع النوار يا سلام. هاد الزليفه اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. مي صراحه اونسومبل واعر رويال، الناس الدواقه اللي ديجا داو عندنا هاد التباصل غيعرفوا علاش كندوي. هادشي راه نورمالمون، هاد التبصيل هاد المويان الثمن ديالو كنا كنبيعو 52 درهم، اليوم راه مصولدي كنبيعو 63 درهم. شو التبصيل تبارك الله النمره 28، شو كاين مطروس تبارك الله اللهم بارك، كنبيعو لكم 63 درهم. وهاد الكبير ديالو النمره 32 كبير ديالو كنبيعو لكم 2 ب50 درهم، يا سلام. هاد الزلافه غنبيعو لكم 10 زلافات فقط ب 110 درهم، مابقاش فيها بزاف هاد الزلافه، قربها تسالق، زلافه بريستيج. بالنسبه لهاد الميناجي واعره، عندنا في النوار، عندنا في الازرق، عندنا في الاحمر، كيجي معاها المويس ديالها، كتجي معاها الفورشيط، وكتجي معاها معلقه كبيره ومعلقه صغيره. تقيقلين تبارك الله، شوفوا معايا تقيقلين، وكيجيو مطروزين واعرين. هاد لونسومبل نورمالمون كتجي فيه وحده 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 وحده، الثمن ديالها فقط 70 درهم. غزلان عطيني اونسومبل ديال المعالق من ليه، نوريكم اونسومبل كي داير باش تاخذوا واحد الفكره. الناس اللي بغاو يجيو يديهم هادو كيمشيو حتى كادو صراحه، واعرين ومطروزين، كتجي فيهم الطرز ديال الاناناسة. عطيني شي جلوينات نوري الناس اللوينات، عندنا في بزاف اللوينات. ها هما كيفاش كيجيب، كتجي باكي بحال ما هكا، ها هي عندنا في لو فيغ، شوها ممكن تمشي حتى كادو للبيرسون، شي واحد عزيز. وعندنا في البلو، كاين عندنا في الغوز، كاين عندنا في الاحمر. هاد الباكي الثمن ديالها 70 درهم وقريبا غتسالى، ولكن اللي قريبا غيتسالى وباقي فيه لا بروموسيون هي الهاشوار وهي العصاره ان شاء الله اللي غنجيكم ليها. الجديد يا سلام على الفراقه، فراقه بريستيج واعره دخلت جديده، شوفوا معايا الثمن ديالها فقط 60 درهم، صحيحه تبارك الله، وبريستيج خطيره 12 ميدريال باش كنبيعوها 60 درهم، يا سلام على الثمن. وكاين الجديد في الكاس، شوفوا معايا دخلت لكم ميزات فاتحه، كاس زمان الملون، كاس زمان الملون دخلنا لكم الكبير ديالو
دخلنا الصغير ديالو، شو كيفاش جات تبارك الله في هذه الحطيطه بلديه، اللهم بارك. عندنا هذا كاس زمان، غنجيكم الباكيات ان شاء الله. سته الكيسان كنبيعوهم ب 60 درهم الكبير، المويان كنبيعو سته الكيسان ب 50 درهم، وعندنا الباكيه ديال 12 ان شاء الله. نمشي حدا الكيسان ونوريكم الديتاي ديالهم. كيسان واعرين صراحه ومخدومين اللهم بارك. كتجي فيهم هاد السنتة بالدوغي، ومن الفوق حتى هاد السنتة حتى هي بالدوغي، لحقاش كاين شي وحدين في السوق ما فيهمش هاد السنتة من الفوق بالدوغي. هادو فيهم جوج سنتات رائعين صراحه واعرين خطيرين. والجديد في الكاس عاوتاني شوفوا معايا، كاس واعر صراحه حتى هو. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالكليان الزوين ديالنا، مرحبا بكم. ام سعد كتقول لنا المقلات البغرير واعره بزاف بزاف اللي خديت من عندكم اليوم، شحال دعيت مع لاله فاتحه الله يكبر بك. اختي ام سعد عقلت عليك السيده، دات المقلات البغرير وقالت لي، وقالت للويده واش زوينه، قالت لي راه زوينه وداتها شو تبارك الله. المهم شهاده، شهاده حق على المباشر. شكرا بزاف ومرحبا بك اختي، ما حالكم معنا. عندنا هذا الكاس ها هو، اهلا وسهلا دخل جديد. هذا الكاس هذا الناس اللي كان ديجا كياخذوا كاس اهلا وسهلا غيعقلوا عليه. هاد الكاس كانوا الناس كياخذوه ب 130 درهم، اليوم هميزة فاتحة دخلت لكم هاد الكاس في الدوغي وفي لارجونتي فقط ب 70 درهم، وعندنا زواق أخرى واعرة تا هي قنديل فقط ب 70 درهم، وغنوريكم إن شاء الله الكاس. أنا جايكم بالكاس، غنسلم معكم هاد لاطاب إن شاء الله وغنمشي نوريكم الكاس. عندنا براد ديال فاس دقيق الواعر مويان كنبيعو فقط ب 150 درهم، ها هو 150 درهم هذا البراد، ماشي الصغير وماشي المويان. المهم واحد القياس يلاه يلاه تبارك الله يلاه ولاو كيديروا هذا القياس هذا، كيجي تبارك الله ما بين الصغير وما بين المويان. هذا الثمن ديالو 150 درهم ودقيق الواعر صراحه. عندنا هذا البراد ديكرادي، ديكرادي خطير. هذا المويان الثمن ديالو 4600 ريال، وجاي ان شاء الله الشكيلات ديالو الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي ان شاء الله جايين التشكيلات ديالو. غير بقاو معنا في اللايف اللي جاي ان شاء الله، راه كاين السلعه ديال فاس كنا غندوزوها نورمالمون هذا الحد، ولكن للاسف هاد البراد تعطلوا باش يذهبوهم، كان شي مشكل عندهم ما عرفتش. المهم غيجيو ان شاء الله هاد الاسبوع الجاي ولا ربعه ان شاء الله غندوزوهم لكم في اللايف. مرحبا بكم. يا سلام على الزلافه، شوفوا هاد الزلافه، شوفوا الطبسيل تبارك الله كيجا، والثمن اهم حاجه في هاد الزلافه وهاد الطبيصيل هو الثمن. شوفوا معايا غنمشي لكم ان شاء الله حداهم وغنوريكم هاد السلعه ديال الزاج، لحقاش قريبا غتسالى وقريبا غتزاد، نكون معكم صريح. عندنا هاد الزلافه تبارك الله شوفوا معايا، زلافه كنبيعوا لكم 10 زلافات ب 40 الطباصل، سمحوا لي الطبسيل، كنبيعوا لكم 10 ديال الطباصل ب 40 درهم، 10 ديال الطباصل فقط ب 40 درهم، عوض واحد ب 6 دراهم كتاخذوا 10 طباصل ب 40 درهم. عندنا زلافه كبيره كتجي مع اصوغتي كنبيعوا لكم 10 طباصل ب 1000 ريال، شوفوا اونسومبل كيداير تبارك الله، 10 10 يعني 20 بياسه غطيح لكم فقط 90 درهم، ثمن هائل جدا. عندنا واحد ليبول كيجيو معاهم اصوغتي حتى هما، هادو كنبيعوا لكم 6 ديال ليبول 6 ب 35 درهم. يعني هاد السلعه ديال الزاج واكرر حتى هي ان شاء الله قريبا غادي تزاد. هادشي الناس اللي كيدخلوا هاد السلعه اللي كيقولوا لنا لحقاش الترونسبور ديال هادشي طلع، هادي باقا بالثمن القديم ديالها، دونك جيو فوزوا بها وبروفيتيو البول. وعندنا واحد الهوته في الطبسي صراحه، انا غنجيكم ليه ان شاء الله غنديروا فيه واحد لابروموسيون واعره خطيره. نكمل لكم ان شاء الله هاد لاطاب اللي عندنا ونجيو لكم السلعه اللي قريبا غتسالى في الكتروميناجي. اذا اخر اخر حاجه بقات عندي في هاد لاطاب وهو كاس زمان، فالملون ها هو ديجا عندنا، كنجيبو لكم الملون. وعندنا حتى البلدي، هذا البلدي راه حتى هو كاين العشاق ديالو تبارك الله. هذا كنبيعو لكم 6 الكيسان، 6 باكية فيها 6 ب 30 درهم، وهذا 6 ب 60 درهم هذا الكبير. وعندنا المويان ديالو انا غنجيكم ان شاء الله. بالنسبة للميناجي المليحة تبارك الله الأكثر مبيعا، هذا الميناجي أكثر ميناجي تبعت لنا في المحل صراحة، نظرا للجودة ديالها والناس اللي كيجيو للمحل كيقلبوها صراحة ما كي ما كي ما كيتردوش أنهم ياخذوها. عندنا 6 المعالق، 6 ديال المواس، 6 ديال لي فورشيط، الثمن ديال هذا الباك كامل فقط 170 درهم، 18 البياسة ب 170 درهم، في حين أنكم إلا مشيتوا للمحلات اللي كيبيعوا هذا الشيء الغالي ديال لي زوطيل، تقدروا تلقاو هذه المعلقة بوحدها، معلقة كيبيعوا البياسة بعدا. غير باش نعطيكم واحد المعلومة، المحل اللي المحلات اللي كيبيعوا لي زارتيكل ديال لي زوطيل هادشي راه كيبيعوه البياسة، معلقة وحدة بحال هادي كتوصل حتى ل 30 درهم 35 درهم. حنا كنبيعوا لكم باك بواحد الثمن هائل اللي هو 170 درهم، دونك جيو فوزوا به. كوبا واعرة دخلت جديدة 60 درهم، كريستال 60 درهم خطيرة. يا سلام على الكغاف ويا سلام على على الكيسان، شوفوا معايا الكغاف والكيسان اللي دخلت جديدة، كغاف واعره صراحه مشكله ما كنتش غنبينها في اللايف صراحه، لحقاش قربات سالا لينا ما دوزناش في اللايف، دخلت نهار اخر لايف درناه نهار الاربعاء، دخلت نهار الخميس
من نهار الخميس هي كتباع الناس اصلا معروفه ديجا كانت عندنا والناس عاودوا طاروا عليها مع دابا رمضان بقى فيها شي حاجه قليله صراحه الكغاف وهاد الكويسات حتى هما بقى فيهم شي حاجه قليله كتجي على الكغاف ولكن ان شاء الله كنوعدوكم ان نهار الثلاث غادي يدخل ان شاء الله درنا واحد المجهود كبير صراحه باش ندخلوا واحد لوستوك واخا ندخلوا فيها بعدا غير واحد لا كونتيتي باش يفوجوا بها الكليان الزوين ديالنا هاد الكغاف كنبيعوها ب 60 درهم واعره خطيره صراحه كتجي كتهز من هنا الثمن ديالها واعر مقارنه مع الجوده وتبارك الله كتهز بزاف 60 درهم هاد الكيسان واعرين حتى هما كيجيو مع اسورتي كنبيعوا لكم 6 الكيسان ب 40 درهم 6 ديال الكيسان ب 40 درهم وكغاف 60 درهم اذا اللي خدا هاد الباك كامل كيبقى لي ب 100 درهم كيسان واعرين ديال تركيا وكغاف خطيره حتى هي الزاجيره صافي اللهم بارك والوحوش يا سلام على الوحوش ارى لي الوحوش سيلفر كريست شوفوا معايا سيلفر كريست الجديده في السوق واللي اكتسحات ليا لي مارك كاملين شاد سيلفر كريست صراحه جايه بواحد السرعه في السوق واكتسحات لي مارك اللي شادين بلاصتهم ومزاجيه ان شاء الله بالجديد مولاها اللي كيدخل هذا كيقول لنا راه مزاجيه ان شاء الله سلعه الهاشوار شوفوا معايا تبارك الله العصارات الوحش الشكيلات واللوينات لي هاشوار على الشكيلات وعلى اللوينات وهاد لي هاشوار ما بقاش فيهم بزاف في السطوك وراكم عارفين الا فات رمضان راه ما غنبقاوش نخدموا بهم بزاف اذا كنعاود نكرر اللي باقي ما فاش بهاد الهاشوار يجي يديها راه ما غيعاودش يلقى بحالها الا تسالات في السطوك راه ما تعاودوش تلقاو بحالها الموطور اللي فيها اللهم بارك في 1000 واط هاشوار فيها 1000 واط بريستيج فيها اللي فيه بريستيج معها الجيله ديالها معها المواس ديالها كتهز 3 ايطرو الثمن ديالها فقط 180 درهم كاين عندنا في هاد البلو كاين عندنا في الاحمر كاين عندنا في هاد لو فيغ رويال اولا هاد لو فيغ اللي هو مخزاني واعرين صراحه ديكور دار وديكور يعني دار العمليه تبارك الله وديكور كتجي واعره في لاكويزين الثمن ديالها 180 درهم العصاره الوحش ما غندويش لكم عليها دابا راه دايره طوندونس في الانترنت ولكن ردوا البال راه كاينه الدوزيام ردوا البال راه كاين وكاين اي حاجه تكون دايره طوندونس بزاف في الانترنت راه كيكون فيها الدوزيام بزاف حنا جايبين لكم سيلفر كريست سيلفر كريست تبارك الله فيها 2200 واط فيها لي فيتاس ديالها 15 فيتاس كطحن الزاج كطحن كلشي رائعه صراحه وعمليه عندنا فيها هاد اللوينات كاملين حليناهم الصراحه باش الناس يشوفوا اللوان اللي كاينين فيهم بزاف الناس كيبقاو يسولونا هذا السؤال سيرتو الناس ديال لا ليفغيزون الثمن ديالها كاين فيها حتى البيضه غيزلان ياك راه كاين فيها حتى البيض ولكن البيض واقيلا ما بقاش باقي غيزلان شي كرطون تتحليه كرطون اللي مازال كاين في الديبو تتحليه شوفي الا شي واحد اللي بغا او كاو دونك الثمن ديالها 250 درهم 5000 ريال عندنا لي هاشوار الثمن ديالهم فقط 180 درهم هاشوار 3 ايطرو بريستيج واعره الثمن ديالها 180 درهم خطيره جدا صراحه ويا سلام غيزلان هذه تبارك الله صدماتنا في المبيعات هذه اري اختي البريز باش الناس يشوفوا اري البريز هاي ديك الارونج وندير مع الناس واحد التجربه على المباشر في هذه باش تعرفوا الجوده ديالها هذه كتجي عندنا حطيها هنايا ركبي البريز ديالها وحليها كتجي عندنا من لاماك لاماكوم كتهز 150 غرام كيجيو معاها المواس ديالها ديال الشونج كيجيو معاها الشاربونات والناس اللي ما عارفين شنو هما الشاربونات انا غنقول لكم دابا الديتاي ديال الشاربونات دابا غنقول لكم الديتاي ديال الشاربونات اذا مرحبا بكم اجي اختي شدي التليفون اجي من هنا وري الناس عرفتي واحد الموطور فيها تبارك الله الاخضر واليابس هذه هي معنى كطحن الاخضر واليابس هاد غيزان هاد لي زارتيكل هادو كاملين هادو لي زارتيكل غلادياتور ياك كنسميهم وحوش شوفوا معايا تبارك الله كيجيو معاها المواس هما ديال الشونج شعر هنا هنا كيجيو معاها لا شوفي حطها هنا كيجيو معاها المواس ديال الشونج وكيجيو معاها هاد الشاربونات شوفوا معايا الشاربونات وغنعطيكم المعلومه المفيده ديال الشاربونات حقاش الناس دابا المراوات ما غيعرفوش بزاف الشاربونات شوفي غيزلان شوفي تبارك الله ليش حكا الدور هذا غيزلان كدور 28000 دوره في الدقيقه 28000 دوره يا سلام واعره كتجي من لاماك لاماكوم نقول لكم شنو هو الشاربونات هذو الاخوان بعد الثمن ديالها كدير 270 درهم وقريبا غتسال حتى هي غيزلان لحقاش هادشي كندخلو غير في رمضان عندنا معاها الشاربونات اذا هاد الهاشوار مثلا اوكا او من بعد شي حاجه اي حاجه الكترونيك اللي تحرقات لك ما كتبقى عندك ما دير ليها ياك غيزلان هذه اللي تحرقات فيها واحد البويب هنايا ها هو فيها واحد البوغ هنايا كيتشونج عليها هاد الشاربون ما كتحرقش هذه وهاد جوج الشاربونات كاع الا تقاداو لك كيتباعوا عند الدروك غير رخاص الثمن ديالو ما فيهش ما وصلش 20 درهم كتشونجيها واخا تحرق لك كتبقى ديما عمليه
اذا هادو غراتوي الثمن ديالهم كيدير حتى 30 درهم للوحده، ها هما جوج غراتوي، الموز ديالها غراتوي كتهز 150 غرام بالشيشه ديالها حتى هي كتجي معها، والثمن ديالها فقط الثمن ديالها فقط 270 درهم. الناس خداو 100 غرام، 100 غرام خداو ب 350 درهم. السيده اللي جات داتها غزلان 350 درهم، شخصيتها السيده قالت لي انا اللهم 150 غرام وناخذها بهذا الثمن. مرحبا بكم، والسلعه اللي خاصكم تفوزوا بها وقريبا غتسالى. عندنا العصاره ديال الليمون واعره لا ماكوم، خطيره صراحه، كدور في دو سونس هذه على اليسار وعلى اليمين. لا ماكوم كدير 110 درهم. عندنا هذه بريطاني الكبيره عندها جوج لي زوبسيون ديجا وريناها في اللايف، كدير 130 درهم. بالنسبه للميكسور كومبلي كيجي معاه هاشوار، كيجي معاه ضراب، كيجي معاه الرازي العصير والغراف، هذا الشيء كامل الثمن ديالو فقط 150 درهم. فيزلر وطالع فيه وات، فيه 400 وات ماشي بحال العادي اللي فيه 200 وات. مرحبا بكم. بالنسبه لهذا الدراب هذا معاه البول ديال لينوكس خطير، فيه حتى 7 ديال لي فيتيس، واعر صراحه، الثمن ديالو 120 درهم، مازال ديسبونيبل عندنا. عندنا هاشوار 3 ايترو كوكينغ خطيره تاهي الله مبارك، كوكينغ واعر هذا الهاشوار تاهي، وقريبا غتستاهل ما بقاش في ستوك بزاف، الثمن ديالها 190 درهم، فيها خمسه المواس وضراب، خمسه المواس وضراب، فيها ثلاثه ديال لي فيتيس، وكتجيب اليد ديالها هنايا، هايا كتجيب اليد ديالها، الراس ديالها اينوكس، الثمن ديالها فقط 190 درهم. امبريال حتى هي ما بقاش فيها بزاف، كيجيو فيها جوج ديال لي فيتيس، كيجيو فيها ثلاثه ديال المواس وثلاثه ايترو، الثمن ديالها فقط 180 درهم. عندنا الهوم ماستر، الهوم ماستر كنصح بها الناس بزاف، هاد لا مارك، ما نقولش لكم غير الهاشوار، عندنا البلاندر ديالها، عندنا الهاشوار ديالها، هاد لا مارك خطيرة اللهم بارك، صراحة عندنا جوج ايترو فيها أربعة ديال المواس، كيجيو فيها جوج ديال لي فيتيس، الراس ديالها اينوكس، والموتور ديالها قوي بزاف، الثمن ديالها 160 درهم. عندنا بانيني، عندنا واحد البانيني مونشاف واعرة، اون غرانيت، اون غرانيت، الثمن ديالها 220 درهم، اينوكس من برا وغرانيت من الداخل، دراب خطير، لوكسيس اوريجينال، فيه ربعه ديال الريوسا، الثمن ديالو باش كنبيعوه فقط 60 درهم. ميزان الكترونيك كيز حتى 10 ايترو، تا هو فيه الطار وفيه فيه لي مود، الثمن ديالو فقط 60 درهم. ديال العطريه اللي فيها ربعه ديال المواس ماشي اللي فيها جوج، كنبيعوه فقط ب 65 درهم، اينوكس من برا واعره، اينوكس من الداخل خطيره جدا. اذا هاد السلعه هادي راه لا قريبا غتسالى، وممكن ما نعاودوش ندخلوها، الناس اللي مازال ما فازوش بها يجيبوا يفوزوا بها. سيرتو سيرتو كندوي على العصارات ديال الليمون، راه كندخلهم بزاف اكثر في رمضان، من بعد رمضان ما كنخدموش بهم بزاف. حاجه اخرى لي هاشوار تا هما اللي ما فازش بهم، راه صراحه البروموسيون زوينه فيهم، جيو بروفيتيو، راه ما بقاش فيهم بزاف. المقله العجيبه عندنا هاد بالزانو 100% اوريجينال، هاد بالزانو 100% اوريجينال، واتحمل مسؤوليه ما اقول. لحقاش الا مشينا مثلا لديسيني ولات فيها دايسيني ولات فيها ديسيني ولات فيها داسيني، بزاف ديال لي دوزيام ولاو فيها. باغ كونطخ بالزانو مولاها اللي كيدخل هاد الشيء كامل كاع لي مارك، هاد بالزانو كياكد لي انها هي الوحيده اللي باقا عنده قديمه وباقا بلا كاليتي قديمه اللهم بارك. الثمن ديالها كنبيعوها ب 180 درهم، واعره صراحه، كتجي معاها جليده زايده خطيره جدا. دخلنا لكم حتى هاد اونيكو ناقص عليها بواحد 10 دراهم اون غرانيت، هذه الصراحه عجبناها الناس اللي بزاف وصاونا على الغرانيت وثمن زوين، هذه كاليتي ديالها هي زوينه صراحه، مي كان صراحه نعاود ناكد ان هذه احسن، وهذه كدير 170 درهم اون غرانيت معها جلده زايده خطيره جدا صراحه، 170 درهم وهذه 180 درهم. بالنسبه للعصاره الخطيره اللي كتجي اون اينوكس، اون اينوكس يعني الناس اللي عندهم الوليدات ما كيتكايسوش، عندهم اللي كيبغيو شي حاجه صحيحه، فهاد الكاس اون اينوكس عصاره فيها كاتريام فيتيس ومعها حتى الرازيره ديال العطريه، الثمن ديالها 230 درهم، حتى هي قريبا غادي تسالى، جيو فوزوا بها. هاد العصارات غنعاود ناكد لكم ان العصاره الوحش الثمن ديالها 250 درهم واعره ومازال ديسبونيبل في ستوك عندنا، مرحبا بكم جيو ديوها. هاشوار 3 ايترو 1000 واط، الثمن ديالها 180 درهم، فيها افي بريستيج، فيها جوج ديال لي فيتيس، المواس ديالها خطيره، حتى هي ان شاء الله ديسبونيبل عندنا في المحل، جيو مرحبا بكم، جيو فوزوا بها. خلينا غزلان نوري الكغاف، كغاف ونوري، شوفوا البريستيج، شوفوا 60 درهم، فاز واعر 12 مدريه، فاز واعر مرخم، شوف كيفاش داير، مرخم ب 12 مدريه، عندنا حتى في الكحل. 60 درهم فاز خطير جدا ب 12 مدريال، يا سلام يا سلام على ثمن. اذا الكيسان دخلوا صراحه الجديد في الكيسان، اول حاجه غنبدا لكم بها وهو كاس زمان، كاس زمان عندنا هذا فيه 6 كنبيعوه ب 1000 ريال، باكي فيها 6 ديال الكيسان زمان مويان ب 1000 ريال. عندنا هذا الباكي اللي فيها الكاس كبير، شوفوا معايا كاس كبير كنبيعوه فقط هذا ب 60 درهم،
هذا المويان وهذا الكبير. لحقاش هذا الكيسان ديال زمان راه فيهم لي طاي. عندنا المويان ب 1000 ريال وعندنا نشوفوا هذا الكومونتير زوين صراحه. لي كومونتير زوينين كيشجعوا باش نكونوا معكم صريحين. شي غير كلمه زوينه يجي عندك واحد المحل يعطيك غير كلمه زوينه ويموتيفيك والله حتى تخدم معاه واخا تكون ماشي صايم صايم معين ومدقدق. كتقولنا تبارك الله عليكم سمين ابو شمس معاملتكم مختلفه واثمنه ديالكم مناسبه وسلعتكم زوينه وتعطر الناس الخاطر وكتعطيو الناس الخاطر تتواصلوا معاه وتعطيونا الوقت. تنصح اي واحد باش يشري شي حاجه خاصه اللي في المدن الاخرى يطلبها من هذا المحل. ففي اطار هذا الكومونتير نوريكم الناس اللي كيتيقوا فينا باش نزيد نبين لكم. ما كنبغوش نبينوا الصراحه لي كوموند ولكن غنبين لكم وغنعطيكم طريقه التعامل. لحقاش الناس اللي خارج المدن تعاملوا مع بزاف د المحلات وان فوا كيتواصلوا معنا وبالاعتراف ديالهم ماشي مجامله ولا كنشكروا في راسنا. قالوا لينا اكثر محل كيتجاوب معنا وكيعطينا الديتاي وكيعطينا الوقت هو نتوما وكوموند وكوموند وكوموند. ها لي كوموند غيخرجوا ان شاء الله غدا اللي دازوا اليوم. ها هما هادو هما لي كوموند عندنا ديال الخميسات. عندنا نورمالمون ديال القلعه السراغنه. كاينه السيده هذه في القلعه السراغنه صراحه كتقدم عندنا هاد السيده ديال الخميسات. راه غزلان غزلان هي اختي نحلوا الناس نوريهم هاد الكوموند هادي نوريكم حتى لومباراج. هاد السيده اللي في الخميسات صراحه كليون فيدال ديال المحل ماشي اول مره غادي تقدم للمحل. غنحل لكم هاد الكرتونه نوريكم حتى لومباراج سيرتو الناس اللي خارج كازا. لحقاش المعامله والتعامل مع الكليون هي اهم حاجه صراحه. هاد السيده صراحه كتقدم عندنا ديما الماء دارها. خدات من عندنا هاد التويشيه هاي ديال الشباكيه. خدات من عندنا الطاسات. خدات من عندنا البريق. خدات من عندنا لاسبيراتور بريما كويزين راه مازال ديسبونيبل عندنا. هي مازال ديسبونيبل عندنا لاسبيراتور بريما كويزين. خدات من عندنا الكيسان. خدات من عندنا سميتو اش كيقولوا ليه البراد لي كاسرول صراحه كتقدى ديما. وكتقول لي انا كنقارن الاثمنه ديالكم مع شي محلات عندنا في الخميسات. قالت لي لا مجال للمقارنه. بالنسبه للطباسل شوف كيفاش كنأومباليهم. كنديروا لهم سكوتش ضروري ها هما الطبيسلات. كنديروا لهم سكوتش وكنديروا لهم هكا الكرتونه باش ما يتاذاوش بحال ما هكا. شوف هادو الطبيسلات صغار خداتهم كندير لهم. المهم هادي غير بغيت نعطيكم واحد اطلاله على كيفاش كنأومباليو السلعه باش توصل لمواليها الحمد لله في امان الله وحفظه. بالنسبه لليفغيزون الناس اللي بغاو شي كوموند كتسكريني وتصاور. من الاحسن تصاور لحقاش لي زوديو كيكرفصونا باش نكون معكم صريح. كتاخذوا التصاورات كتصيفطوا لنا في الواتساب لا كوموند ديالكم في نص النهار كنجاوبوكم. اولا قدرتكم من بعد كاع تعطلنا ساعات المكانه كنجاوبوكم في الواتساب اللي كاينه واللي ما كايناش. اللي كاينه كنجمعوا لكم التوتال كنصيفطوا لكم التوتال ولو غيب ديالنا النيميرو ديال البنكه كترسلوا لنا الفلوس الغد ليه كنصيفطوا لكم السلعه ديالكم كتوصلكم في ظرف 24 ساعه. الشركه كنخدموا معها هي شركه توصيل كتوصل. راه شركه توصيل كدير لها اشهار نورمالمون في التلفازه تابعه لويسترن يونيون. كتوصل ب 35 درهم الكوليه باش نشرح الناس. هذا سؤال كطرح عليه بزاف سمحوا لي طولت عليكم. بحال دابا هاد الكوليه كتشوفوا فيها هاي الكوليه كامله غتمشي ب 35 درهم. هاد الكوليه كامله هادي غتمشي ب 700 ريال. غتوصلك حتى لباب الدار لالا ب 700 ريال. هاد الكوليه كامله هاي كامله غتوصلك ب 700 ريال. مرحبا بكم. المهم هادي غير واحد النبذه على لا ليفغيزون. مرحبا. بالنسبه لكاس زمان فدخل صراحه هاد الباكي واعره شوفوا معايا اللي غطلع لكم رخيصه وزوينه. عندنا باكي فيها 12 كاس عوض هادو الا خديتو 6 عندنا هادو 6 كنبيعوهم ب 60 درهم. الا خديتو 12 كندير لكم واحد لا بروموسيون زوينه. هادو 6 ب 60 و 6 ب 60 هي 120. اللي خدا 12 باكيه فيها 12 كنبيعوهم فقط ب 100 درهم. 12 كاس زمان كبير ب 100 درهم كاس واعر بريستيج خطير الثمن ديالو 100 درهم صراحه فيه لوينات واعرين. اذا جيو فوزو به راه ديسبونيبل دخل نورمالمون البارح هذا الكاس هذا. مرحبا بكم جيو فوزو به. يا سلام يا سلام على الكاس الجديد الكاس الرائع الجديد. شوفوا معايا اهلا وسهلا كاس شحال هذه كنا كنشوفوه في البيوت عاود رجع لينا من جديد عوض 120 درهم 150 درهم 70 درهم.
12 كاس ملون ب 70 درهم. اهلا وسهلا. عندنا كاس قنديل واعر حتى هو، كاس كبير تبارك الله، هذا قد ديال قد كاس ديال العنبه ومخدوم اللهم بارك. 12 كاس حتى هو 70 درهم. هاد اهلا وسهلا راه عندنا في الدوغي وعندنا في لارجونتي، وهذا القنديل الملون راه حتى هو عندنا في الدوغي وعندنا في لارجونتي. بالنسبه للكيسان اللي مازال ديسبونيبل عندنا، كاين عندنا كاس فلاما، نديكم هذا الكاس بعدا ديال الريشه، الثمن ديالو 55 درهم، 55 درهم هذا الكاس. بقات عندنا غير هاد الزواقه، يلا ان شاء الله غيدخلوا الزواقه الجداد هاد السيمانه الجايه نهار الثلاث ان شاء الله غادي يكونوا. عندنا كاس فلاما 170 درهم، قريبا غيتسالى ولا دخل موراها غيرجع ب 180 درهم. دابا فيه بروموسيون دايرين فيه 170 درهم، وفي الاسواق راه كيوصل حتى ل 230 درهم. الناس اللي كيتقدموا من انستغرام راه هما اللي غياكدوا لكم هذه المعلومه هذه. كاس تا هو مزوق واعر تبارك الله، شوف الزوقه خطيره، الثمن ديالو 70 درهم. عندنا الكاس مضلع الكبير، شوفوا معايا 70 درهم عندنا في هذه الزواقه، وعندنا في هذه الزواقه 70 درهم. عندنا حتى هذه الزواقه كاس مضلع الكبير كنبيعوه ب 70 درهم. كاس الريشه الكبير ها هو 70 درهم حتى هو. بالنسبه للكيسان ديال 70 درهم الصراحه ولينا كنخدموا عليهم بزاف باش نكون معكم صريح، لحقاش ديال كاس ديال 60 درهم الناس بحال قنعوا منه شويه، لكن غير صلاح حتى نورمالمون ديال 60 درهم حنا كنبيعوه ب 55 درهم. الناس بحال قنعوا شويه من هذا الكاس، ولاو باغيين شويه كاليتي زايده شويه، فكيزيدوا واحد 15 درهم وكياخذوا كاس واعر. شو كيدير تبارك الله، الثمن ديالو فقط 70 درهم. هذا الكاس كاين اللي كيسميه الشبكه، كاين اللي كيسميه ما عرفتش مثلثات، كل واحد كيسميه 70 درهم هذا الكاس. حتى هو عندنا هذا الكاس صحيح، ها هو عندنا في الدوغي وفي لارجونتي الثمن ديالو 70 درهم. عندنا هاد الفريخات هادو حتى هو الثمن ديالو 70 درهم. هاد الكيسان راه ملاح تبارك الله ومخدومين وكبار، كاس تبارك الله صراحه ناضي. وباش نعطيكم لا ديفيرونس ما بينه هو وما بين ديال 55 درهم، باش ما تمشيوش باش ما يوقعوش مغالطات. عندنا الكاس ها هو، شوفوا معايا ها هو، هذا هو الكاس ديال 55 درهم، وهذا هو الكاس ديال 70 درهم، هذا كبر منه وتكاليتي ديالو زيده واحد شويه. مرحبا، والناس بزاف ولاو كيبغيو هذا باش نكون معكم صريح. اذا مرحبا بكم، اللي بغى شي حاجه مرحبا به، كلشي كنجيبو الحمد لله. الدرويش يعيش، اللي عنده يعيش، اللي ما عندوش يعيش، كلشي مرحبا به. عندنا كاس مرخم تاينا في الكحل، غيدخل شهر 3 ان شاء الله، وغيدخل واحد الزواقه كانت سالات لينا واعره حتى هي قريبا ان شاء الله غتدخل. هذا الثمن ديالو 95 درهم، باقي عندنا غير في البيض. وعندنا هذا حتى هو 95 درهم، راه عاود جا من جديد 95 درهم. مرحبا بكم، هادشي في اطار الكيسان. والكاس الزمان اللي جا جديد جيو فوزوا به، راه 12 كاس، راه 12 كاس ها هو، 12 كاس ديال زمان كنبيعوه ب 100 درهم، 6 كنبيعوهم ب 60 درهم، والموين ديالو 6 كنبيعوهم ب 50 درهم. إذا ما تبغوش هنا بالبارطاج ديالكم، أعطيونا لي جيم، الناس يلاه التحقوا بنا. الصارة غلادياتور الثمن ديالها 250 درهم، عاود جات عاوتاني في اللوينات. عندنا هاشوار خطيرة، 3 إيترو، 1000 واط، 1000 واط، وكرر 1000 واط، الثمن ديالها 180 درهم، رائعة. الصارة ديال لينوكس الثمن ديالها 230 درهم. هادشي في اطار الجديد والسلعه اللي مازال ديسبونيبل عندنا، مرحبا بكم. يا سلام، كغاف واعره 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 الكغاف، الثمن ديالها 60 درهم، باقا فيها شي حاجه قليله، ما كاين غندخل ان شاء الله غنجيبوها لكم، نحضرها لكم هذه. اذا دخلوا هاد الوريدات هادو بريستيج واعرين، شوفوا معايا كنبيعوا لكم خمسه ديال الوريدات ب 35 درهم. مازال عندنا هادو حتى هما، كنبيعوا لكم خمسه ديال الوريدات ب 35 درهم. وعندي لكم واحد الباك، عندي لكم واحد الباك اللي رائع وفيه بزاف الزواقات وخطير جدا. عندي هاد عندنا هاد الباك فيه 6 ديال الطباس الغارقين بحال هادو، وفيه جوج طوال بحال هادو، ها هما طوال و 6 صغار. اذا مما يعني هاد الباك فيه 14 البياسه، فيه 6 مويان و 6 صغار، هي 12 وجوج كبار، ها هما نحط لكم حدا بعضياتهم باش يبانوا لكم، وجوج كبار هما هي 14 البياسه. نورمالمون هذه كانت كدير 15 درهم، الا حسبنا غير 6 غنلقاهم واصلين واحد 90 درهم. اليوم هميزات فاتحه كتجيب لكم باك كامل فيه 6 مويان 6 صغار جوج كبار فقط ب 110 درهم، 2200. وعندنا بزاف الزواقات، وعاودوا جاوا الحمد لله الزواقات كاملين ديالو. عندنا هاد الزواقه هذا، ها هي، شوف هاد الزواقه واعره صراحه. عندنا هاد الزواقه هادي حتى هي ديسبونيبل، عندنا هاد الزواقه هادي حتى هي ديسبونيبل، وعندنا هاد الزواقه هادي حتى هي ديسبونيبل. فاطمه اخداد كتقول لنا السلام عليكم، في كاين المحل؟ المحل اختي كاين في عين السبع في كازا في الدار البيضاء. الى عند جوجل مابس
بيان سيغ غتكون عندك في التليفون، فغتكتبيه ميزات فتيحه في جوجل مابس غتجيبك حتى قدام المحل عندنا. مات 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 فهمتيني، ما غدوخي ما والو. سينو ما عرفتيش كاع وتلفتي، كاين نمرة التليفون ديالنا في الديسكريبسيون ديال الفيديو، صيفط لنا ميساج في الواتساب ونصيفط لك لوكاليزاسيون ولا نعتو لك بالتليفون. مرحبا، اي طريقه تناسبك مرحبا، حنا موجودين ديسپونيبل. السلام عليكم، في كل محل. السلام عليكم، الترموسات المرخمين واش كاينين عندنا؟ اختي الترموسات المرخمين ها هما عندنا هادو في الكحل في البيض التلاولينا، الثمن ديالهم 120 درهم، جوج ترموسات 120 درهم. عندنا حتى هاد الزواقه فيهم 120 درهم. عندنا هاد الترموس فريخ، عندنا في لارجونتي وعندنا في الدوري، الثمن ديالهم جوج ب 120 درهم. عندنا هذا ها هو بريستيج واعر، ما بقاش عندنا في الكحل، باقي عندنا غير في البيض، الثمن ديالو 150 درهم، خطير جدا. هاد الميكسور قبيله ما دوزتوش لكم، الثمن ديالو 120 درهم بالرجيله، سمحوا لي. عندنا هاد الترموس واعر ديال ايليت اينوكس من برا ومن الداخل، الثمن ديالو فقط 60 درهم، 1200 درهم. المهم بالنسبه للمرخمين باش نبقاك في السؤال ديالك، بقاو عندنا غير الكحلين، الثمن ديالو 120 درهم. الريغال مازال ما دخلناهمش، مازال ما جاوش، ان شاء الله نهار غيدخلوا السوق نعاودو نجيبوهم. دونك نكمل لكم لا بروموسيون اللي عندنا. اذا لا بروموسيون اللي عندنا، عندنا هاد التوشيات خطيرين، شوفوا معايا تبارك الله. هذه على ثلاثة كنبيعوها ب 140 درهم، فرقة بريستيج واعرة، كاينة في الدوغي، كاينة في لارجونتي، كاينة في الكحل، كاينة في الخضر، الثمن ديالها 140 درهم، خطيرة جدا هذه الفرقة وبريستيج، وصراحة دايرة لا طوندونس هذه فيها ياك غزلان؟ أنت كتكوني في المحل بزاف، ما شفت ستوك هذه دايرة لا طوندونس هي هذه السيمانة، الناس داوا بكثرة، نظرا للجودة ديالها والثمن ديالها هذو كيتحيدوا ويتغسلوا، واعرة صراحة، 140 درهم، وعملية في رمضان كما قلت خشير فوق لتحت، كاين الناس اللي خداو هذه وخداو معاه هادي. نحيد لكم هاد لي دوبل باغوا، انا اجيكم الاسميه ديالهم ان شاء الله. لي دوبل باغوا تما واعرين 35 درهم، وهذا الكبير الثمن ديالو 40 درهم. شوفوا معايا الناس خداو هادي، ها هي 140 درهم، وخداو هادي على ثلاثه. نعطيكم كيفاش كيجيو مع بعضياتهم، واعرين صراحه، 140 140 كيجيو ب 280 درهم صراحه. هوته هادو باش نكون صريح، كاين شي حاجه اللي كنحس بها انا هوته، غير هاد التجربه المتواضعه بحال كدير واحد الباز دوني ديال الاثمنه كطي واحد الباريم. انا هادو ب 140 درهم جاوني هاوته، واعرين فيهم الثلاثه هذيك، تحط فيها اللوز قرقاع المسائل 140 درهم 140 درهم. عندنا في الشاف لارجونتي وعندنا حتى في الكحل، هذه راه الثالث الكحله ديالها، باقا عندنا في الغيزان دي، باقا في الدايب وباقا في الخضر ياك، هذه باقا في الدوغي وباقا في الخضر، في انتظار ان شاء الله نعاودو ندخلوها. مرحبا بكم. اذا قبل ما نجاوب على كيسيون ديالكم، فاختي كتجبد لي واحد جوج ديال لي طابل، طابله خاصه بالسلعه ياك غزال، الاخضر الملكي. الرجاويين غيتبرعوا معنا اليوم ياك، اعطيكم واحد لابروموسيون واعره غنديروها دابا على المباشر. غزال تبع معايا في هاد لابروموسيون، هذه هاد لابروموسيون غنديروها على المباشر، خطيره جدا. شوفوا معايا هاد الباكي تبارك الله، هاد الباكيه غزال غنديروا فيها واحد لابروموسيون زوينه ياك. مناسبة رمضان عندنا هاد الباكية، كيجيو فيها ستة ديال الطباسل، هاهما ديال الزاج، بغينا نعرفو الديامتر ديالهم شحال، معرفناش الديامتر واش كاتبين ولا لا، المهم مكاتبينش الديامتر ديالهم شحال فيهم. هادو فيهم غيزان شي اثنين شي 23، أنا معرفتش شحال في الديامتر ولا 24، أنا معرفتش. شوف معايا التبسيط تبارك الله كي مدير، شوفوا خطيرة التبسيط ديال الزاج واعر، كرطونة فيها ستة. غنبيعو لكم هذا نورمالمون غيزان شحال كيدير الواحد؟ 13 درهم الواحد ياك، حنا غنبيعو. اجي عندي غيزان مش عقلي على الثمن ديال هذا، ووصل لي لو ميساج للوالدة، سمعتيني؟ الناس كيسولو، الناس يسولو على الوالدة علاش غابرة، راك عارفين رمضان دابا مورا فطور كيبقى تقضي غرضات ولا شي حاجة ولا تمشي للجامع، داكشي علاش كتكون غابرة. إذا هاد التفصيل كاينة، كاينة الوالدة غيزان؟ أمي واش غابرة علينا؟ اش بقيتيش كتسولينا عنها كاع في اللايف؟ تفصيل واعر صراحة، عوا 13 درهم. غنبيعو لكم باكية فيها ستة، ماشي ب 1200 وماشي ب، ما غنبيعوهاش ب 80 درهم، غنديرو ليها 35 درهم غير الثمن واعر ولا ماشي واعر؟ 35 درهم، ستة ديال الطباسل مويان غارقين تبارك الله، شوفو ب 35 درهم. هذه تحت شعار ميزات فاتحة بروموسيون ديال رمضان، ستة ديال الطباسل ب 35 درهم، الحاضر البلغ الغايب، والستوك اللي باقي، إلا تسالى الستوك صافي الله يرحمهم. وريدات واعرين، شوفوا معايا وريدات واعرين، كنبيعو لكم ستة، ستة ب 40 درهم، خطيرين، كاين بزاف د الألوان فيهم، ستة ب 40 درهم، يا سلام على الثمن.
اذا نبقى لكم في اطار البديع، ندوز لكم واحد الاطلاله خفيفه على البديع. مول جوج مولات 60 درهم، دايرين وكاري 60 درهم، لي بول بريستيج كبار. شو قداش تبارك الله لي بول، عندنا بزاف الالوان، عندنا في القهوي، عندنا في الدوغي، شوفوا الدوغي ها هو الدوغي، شو مردوم حشمان الدوغي ما باغيش يبان، عندنا في لارجونتي، عندنا في الخزي، عندنا في الكرونه، الثمن ديالهم 64 درهم. بول واعره خطيره، كنبيعوا لكم في 20 سنتيم في الطول، كنبيعوا لكم 6 ب 35 درهم. فراقه خطيره بريستيج كبيره، كنبيعوا لكم ب 55 درهم. لي طاس، السته ديال لي طاس والسته ديال لي طاس كنبيعوا ب 110 درهم، عندنا في النوار وعندنا في الابيض. عندنا هاد لي طاس خطيرين، كنبيعوا لكم باكيه فيها ثلاثه، اربعه الباكيات بحال هادو، اربعه كنبيعوهم ب 50 درهم. عندنا الطبسيل ديال الزاز، شوفوا معايا الطبسيل، كنبيعوا لكم خمسه ديال الطباسيل ب 50 درهم، ب 1000 ريال. عندنا الزلافه ها هي المنقطه، كنبيعوا خمسه ديال الزليف فقط ب 700 ريال. طاجين مليح تبارك الله ديال الحطان، كنبيعوا لكم خمسه ديال الطواجن ب 1200 ريال، خمسه. عندنا هاد الطبسيل ها هو نوار دقيق تبارك الله ديال البورسولين، كنبيعوا لكم 10 ديال الطباسيل ب 1000 ريال. عندنا حتى هاد البيض ديال البورسولين، كنبيعوا لكم 10 ديال الطباسيل ب 1000 ريال، ماشي بديع بورسولين. عندنا هذا هو ديال البورسولين، السته ديال لي طاس والسته ديال لي سوطاس، كنبيعوهم فقط ب 60 درهم، 1200 ريال. يا سلام على لي بانيني. كنعطيكم واحد الاطلاله على المحل في انتظار اختي توجد لها طابل ان شاء الله، وعندكم واحد المعلومات ان شاء الله على المستقبل ديال المحل عندنا، فكنبغيو نشارككم صراحه بهاد المعلومات نظرا للثقه اللي ولينا كنديروا في الكليان الزوين ديالنا اللي كيقيم المحل ديالنا صراحه. باش نكون معكم صريح، حنا عندنا السلعه بزاف، وبعض المرات ما كنلقاش وين نحطوا السلعه، يعني شي واحد لجا ولقى المحل مثلا مرون راه غير يهضرنا وصافي. الا بان لي شي ارتيكل في اللايف غير يطلب من اختي راه تجبدوا ليه، او لا يطلب من الوالده توريه فين كاين، صافي ومرحبا بكم. لحقاش السلعه كتجي بزاف وما كنلقاش فين نحطو، راه كنحطو في الديبو وكنحطو هنايا وكنلقاو مشكل صراحه في التقاديد، دونك عذرونا هادشي هو اللي كاين. السته ديال لي طاس والسته ديال لي سوطاس فقط ب 60 درهم. ريشو ايليت قريبا غيتسالى، كيتستعمل بزاف في رمضان، الثمن ديالو 100 درهم، فيه حتى لي خمسه، فيه سته ديال لي فيتاس، خمسه ولا سته، فيه خمسه ديال لي فيتاس. واه المقله، مقلة على خمسة، شوفوا معايا اون غرانيت، عندنا في الباج، عندنا في المارون، عندنا في الكري. هاد المقلة صراحة فيها بروموسيون واعرة، عوا 350 باش كنا كنبيعوها، اليوم كنديرو ليها 5600 ريال، 5600 ريال، مقلة اون غرانيت اللي ديال لينوكس، دابا اينوكس واصلة حتى ل 5400. اليوم كنبيعو لكم اون غرانيت ب 5600، إذا لا ما بقى عندك ما ديري بلينوكس، غرانيت صراحة ما بقاش كنجيبو حنا لينوكس، من النهار هادي درنا لها بروموسيون الناس ولاو كيهزوها هي أكثر من لينوكس. عندنا هاد المقلات هادو أولا كاسرونات، هادو كاسرونات هادو مقلات، على ثلاثة، هادو كنبيعو ب 230 درهم، 4600 درهم كيجيو أسورتي معاهم، وبزاف الناس داهم مغيوم معاهم. بايني شوية عندنا طيفال، هادي كتسرح كاملة، فيها بايني وفيها شوية 330، وطيفال أون غرانيت كنبيعو ب 370 درهم، ثمن زوين مقارنة مع السوق صراحة، ثمن خطير جدا. إذا مرحبا بكم، غزال لطاب ناضية. يلا اجي اختي نوريكم هاد القريعات، نوريكم لاطاب، القريعات واعرين وفيهم ثمن واعر كيجيو. غزلان اجي اختي شدي التليفون عافاك الله يرضي عليك، شدي التليفون الله يرضي عليك. هاد القرعات هادو كنبيعو الكبيرة والمويان والصغيرة فقط ب 50 درهم. الرائع في القرعات هو ان الداخل فيهم هاد العيبة ديال البلاستيك، ما كتخلاش تنفس، وهادي اون ميتال صراحة واعرين القريعات، ثلاثة فقط ب 50 درهم. كيمشيو الصغيرة وكتمشي المويان وكتمشي الكبيرة، الثمن ديالهم فقط 50 درهم. وعندنا هاد الكبيرة شوفوا زوينة صراحة حتى هي، هادو كنبيعو لكم ثلاثة القرعات، عندنا غير في الكبيرة هادي كنبيعو ثلاثة فقط ب 60 درهم. هادو كيمشيو مدرجين، الكبيرة المويان الصغيرة ب 50 درهم، وهادو كنبيعو ثلاثة الثمن ديالهم 60 درهم زوينين. بالنسبة لهاد القرعة ديال الماء ديال العصير زوينة حتى هي، كتستعمل بزاف في رمضان، هادي كنبيعوها أربعة القرعات ب 50 درهم. عندنا هاد التويشيات ديال البريستيج، كنبيعو لكم البورت كاطو هادي ب 50 درهم. بالنسبه لهادو لي ترونسبارون راه فيهم واحد لاصول زوينه اللي هي كنبيعوهم غير ب 45 درهم. عندنا هاد الكوبا، عندنا هاد الكوبا، عندنا البلاطو، عندنا هاد الكوبا حتى هي الثمن ديالها كدير فقط 45 درهم. عندنا هاد الشلاديه ها هي حتى هي الثمن ديالها 45 درهم. بالنسبه للبلاطو في الكحل ما بقاش كنظن، كاين اللي كنبيعو ب 50 درهم ما بقاش، الكحل والبيض دونك بقاو غير لي ترونسبارون، دايرين فيهم بروموسيون زوينه اللي هي فقط 45 درهم، 900 ريال. بالنسبه لهاد البورت كيك صراحه بريستيج راه تسالات وعاود رجعات، هذه الثمن ديالها شوف كي دايره تبارك الله واعره، كتجيب الرجيله ديالها
كتجي شنقولوا فيرزاتشي، فيرزاتشي كتجيب لقطه. نحيدوا لكم هاد التوشيه من هنايا، حيدي انت باش ما تخيبش لنا الديكور. الثمن ديالها 100 درهم، صراحه زوينه بزاف ومازال ديسپونيبل، عاود جات غير البارح، كانت سالات لي نورمالمون. هادي عندنا هاد البوت كيك ديال الزاج كامله، زاج دخطه زاج، ولتحت زاج كنبيعوها ب 60 درهم، وعندنا بحالها عند رجيله كنبيعوها فقط ب 75 درهم. اللي عند رجل ب 75 درهم والعاديه ب 60 درهم، وهاد البريستيج كدير 100 درهم. الثمن زوين، طاجين ديال البديع واعر مويان، عوض 100 درهم ولا عوض 80 درهم شخداو الناس. طاجين ديال البديع كنبيعو لكم فقط ب 600 ريال. طاجين خطير صراحه، كيشوف الحطان واعر هذا. كاين الناس اللي داروا فيه الكركاع اللوز، كاين اللي كيحط فيه مثلا حط الواحد، كيجي واعر صراحه. وداو الناس هذا بزاف صراحه، كاين الناس اللي داو وداو مع هاد الصغار هادو، ها هما حطوهم معاه ومغياهم معاه، جاو واعرين. كاين اللي دا الطبيصلات، كاين اللي دا الزلافات، كيتمغيا كيجي واعر خطير صراحه. الثمن ديالو فقط كيدير 30 درهم وزوين بزاف. بالنسبه للي بواط تا هما كيتستعملوا بزاف في رمضان، عندنا هاد لي بواط هادو ها هما المويان كنبيعوا لكم 3 ب 60 درهم. وعندنا حتى الكبيره ديالها، ها هي الكبيره ديالها اللي كتهز اترو لا روب، هذه فيها الطرطاقات، كنبيعوا لكم جوج ب 50 درهم. عندنا هذه لي مينارك، ها هي كنبيعوا لكم 3 ب 50 درهم، كتهز هذه اترو لا روب، كنبيعوا لكم 3 ب 50 درهم، والكبيره ديالها ها هي اللي كتهز نورمالمون اترو ربع، كنبيعوا لكم جوج ب 50 درهم. اذا هادو جوج ب 50 درهم، بالنسبه للمويان كنبيعوا 3 ب 50 درهم، بالنسبه لهذه ايليت اللي فيها الطرطاقات ها هي كنبيعوا لكم 3 ب 60 درهم، كتهز هذه نص سيطرة وشي حاجة. وبالنسبة لهذه كتهز إترو لاروب اللي كتجي من إيليت تاهي وفيها 4 طرطاقات وفيها جوان ديال السيليكون باش ما كتنفش، كنبيعوهم جوج ب 50 درهم، ثمن زوين صراحة. والمعرض الدولي ديال ليمول مازال كاينين ليمول ديسبونيبل عندنا، عندنا ليمول الثقال ها هما عوض 150 درهم شحال دايرين في الأسواق، حنا كنبيعوهم غير ب 100 درهم. عندنا هاد الزواقة هادي، عندنا هاد الوريدة هادي، عندنا حتى هاد المذهب هذا واعر. كاين واحد الشكل اخر ما جابدينوش، راه مازال ديسبونيبل عندنا. وعندنا هذا المول صراحه واعر، هذا اكثر مبيعا، اكثر الزواقه. ما عرفتش علاش الناس عشقوا الزواقه بزاف، انا صراحه ما عرفتش علاش، واش حيت ما عرفتش. المهم هي صراحه خطيره، خطيره هذه الزواقه والناس عشقوها بزاف. المهم 100 درهم بحال بحال، اللي يعجبكم خذوه. بالنسبه لهذا الثمن ديالو فقط 60 درهم، هذا كيدير 12 100 ريال، هذا ما تقيش بحال هادو صراحه مويان، مي الثمن باش كياخذوا الناس حتى 250، حتى سمحوا لي 80 درهم 90 درهم، حنا كنبيعوا فقط ب 60 درهم. عندنا هاد لي مول ها هما كيجيو ديال يدهم السيليكون، كيجيو من لامارك بريما كويزين، هادو كيجيو اون غرانيت وريده، واعرين صراحه فيهم التدرجات تاهي، كيتقلب كيجي واعر، الثمن ديالو 60 درهم. عندنا شكيلات اخرين، عندنا هذا المربع ديالو حتى هو الثمن ديالو 60 درهم 12 ريال. عندنا هذا الوريده هذا، هذا الناس كاين اللي كيديه كيخدموا حتى الروز، بزاف د الحوايج الفلون، هذا الثمن ديالو فقط 40 درهم، لا 45 درهم سمحوا لي، هذا الثمن ديالو 45 درهم ها هو. كنتفكر في الثمن ديالو، عندنا في الكحل وعندنا حتى في البلون، وعندنا هذا حتى هو وريده حتى هو واعره، شوفوا معايا هذا حتى هو الثمن ديالو 55 درهم. كاين اللي مول صراحه بزاف على الشكل وعلى الالوان، اللي جا المحل مرحبا به، اللي بغى يتواصل معنا من بعيد غنديروا لي ابيل فيديو مع اختي ولا نوريه. عندنا هذا ديال الكيك اللي فيه نورمالمون 12 وحده، الثمن ديالو 23 درهم، هذا كيجي طيفال، الثمن ديالو فقط 23 درهم، ديسبونيبل، شي حاجه مليحه تبارك الله وزوينه، اذا مرحبا بكم جو فوزوا بهم. بالنسبه للقرايه ديال العطريه مازال عندنا هادو الثمن ديالهم كيديروا 160 درهم، هادو بريستيج فيهم هاد اللعيبه، جوج زياتات وسط القراعي. هذه فيها جوج زياتات، ثلاثة القراعي كبار وفيها خمسة القراعي صغار، الثمن ديالها 150 درهم. عندنا حتى الحمراء ديالها راه هي، هذه إينوكس وملونة 150 درهم. عندنا هذه أون غرانيت الثمن ديالها 150 درهم حتى هي، 150 درهم هذه. هذو اللي فيهم ثلاثة القراعي صغار كبار وستة صغار، الثمن ديالهم 150 درهم. اللي فيهم ستة ديال القراعي كبار، الثمن ديالهم 160 درهم، مرحبا بكم. عندنا هذا صراحة في بروموسيون واعرة هذا الكاس هذا، عندنا ستة الكيسان إكزاغون كيجي معاهم غراف ديالهم راه هو، الثمن ديالهم فقط 60 درهم، حتى هاد الكاس هو عندنا 6 الكيسان والغراف ديالهم كلشي الثمن ديالو 60 درهم، الثمن زوين صراحة. اللي هاد الكيسان بوحدهم كيديروا 1000 ريال حتى 60 درهم، حنا كنبيعوا لكم معاهم غراف كبير كيجي معاهم اسوغتي في الباكي، الثمن ديالهم 60 درهم، صراحة بروموسيون زوينة وخطيرة. هاد القريعات راه مازال كاينين اللي غطاهم اونينوكس، كنبيع لكم 4 القرعات كبيرة اللي تابعها اللي تابعها اللي تابعها فقط 125 درهم، إذا مرحبا بكم جيو فوزوا بهم. هاد الميزان حتى هو ب 60 درهم مازال ديسبونيبل عندنا. فغنجيكم دابا واحد لاطابل وجدت أنا أختي، واحد لاطابل اللي خطيرة جدا صراحة، شوفوا معايا تبارك الله، يا سلام. لو فيغ رويال،
لو فيغ رويال صراحه واعره. شوفوا هذا البريق تبارك الله كيم داير، حطينا لكم معاه هاد السكريه، حطينا لكم معاه التوشيه هذه، شوفوا كي دايره تبارك الله واعره صراحه خطيره جدا. شوفوا كاينه مع هذه راه تسالات على جوج غتجي ان شاء الله، باقي غادي على ثلاثه. عندنا هاد القريعات حتى هما دونك هاد الباك هذا درناه شنقولوا ليه رجاوي، شنقولوا ليه خضر مخزاني صراحه واعر. شوفوا هاد البراق كي داير، عندنا هاد البراق كيجيب السيبورا ديالو وسته ديال لي طاس، الثمن ديالو 7200 عوض 600 ولا 500 درهم، كنبيعو غير 7200 صراحه زوين بزاف وما بقاش عندنا فيه بزاف. هذا عندنا هاد التوشيه هادي هاهي كنبيعوها ب 120 درهم، عندنا هادي هاهي كنبيعوها الثمن ديالها 160 درهم سكريه، كيجيو فيها ثلاثه كيتحيدوا بحال ما كتقدر تهز كل وحده بوحدها. شوها كتجي افي بريستيج، كتجي معاها المعيرقه ديالها وكيجي بهاد الكاس هذا، يقدر يخدم حتى كاس هذا واعر صراحه. ها المعيرقه ها هي وها هي ها هي هاد اللعيبه ديالها، اذا كدير 160 درهم، ثمن زوين صراحه. عندنا هادو ثلاثه الثمن ديالهم كيديروا 140 درهم، لي فاز ديجا وريتها لكم الثمن ديالهم 60 درهم. عندنا هاد القراعي ها هما، عندنا هاد القراعي الثمن ديالهم 120 درهم الاربعه، الكبيره اللي تابعه اللي تابعه حتى الصغيره صراحه زوينين. كانوا ديجا عندنا هادو تسالاو الثمن ديالهم 120 درهم، جيو مرحبا بكم جيو فوزوا بهم يا سلام. دونك عطوني الاسئله ديالكم دابا نجاوب على، والله حتى فرحت لكم الله يحفظكم. فطيفه اخدات مرحبا اختي، بغيت القراعي ديال 60 درهم. مرحبا اختي، ما عرفتش شنو القراعي كدوي عليهم ولكن جي مرحبا بك. مول ديال غراتان صغار، مول ديال غراتان صغار عندنا هادو ها هما اختي واعرين. هادو هادي كنبيعو لكم هادو اربعه بحال هادو كنبيعهم 60 درهم، تقال تبارك الله ديال الكغاتان وديال البورسولين كيدخلوا الفران هادو وكيدخلوا الفوغ، شي حاجه مليحه تبارك الله. حتى البيض راه مازال ديسبونيبل عندنا، دونك ديجا وريناه ما بقيناش غادي نعاود نوريو صراحه. سمحوا لي كاين شكليا في المحل غادي نساليو ان شاء الله ونزيد نكمل لكم واحد لاطابل ديال السلع التي تسهل الحياه. قربتي يا غزلان؟ قربتي باغي نشوف لاطابل تما؟ اذا نشوفوا لي كيسيون ديال الناس. ما شاء الله شكرا اختي سيرين. شي محل في حي محمدي ان شاء الله ان شاء الله، صراحه لله بغينا نديروا محل ثاني ما غنديروش في حي محمدي ما كنبغوش حنا نديروا محل حدا محل، مي ان شاء الله جايين لكم ورا رمضان ان شاء الله كاين مفاجآت. السلام عليكم. الترموسات سوبر ديال الحيره، بالنسبه للسوبر ديال الحيره تسالات لينا نورمالمون عندنا هذه هاهي في الدوغي فيها 12 زلافه وفيها سوبيرا والمغرفه ديالها و12 طبسيل 230 درهم سالات لينا، ولكن ان شاء الله غادي تدخل في لاجونتي في الدوري ما بقاش غادي تدخل. بقى عندنا هذه اللي كتجيب السيبورا ديالها فيها 6 زلافات و6 المعالق ومغرفه وسوبيرا، الثمن ديالها 180 درهم صراحه واعره بزاف خطيره جدا. اذا مرحبا بكم. بالنسبه للسلع التي تسهل الحياه عندنا اختي وجدت لنا هذه لاطابل هذه لحقاش غزلان هي المكلفه نورمالمون ب ياك غزلان انت اللي كتكسبوزي السلعه ياك مناجر ديال التقديم ديال السلعه. عندنا هاد لي بواط واعرين صراحه، هادو حتى هما دايرين لا طوندونس المبيعات دابا مع رمضان. شو هاد الكبيره تبارك الله كتهز 7.3 كيجيو على 3 نورمالمون، الثمن ديال هادي بوحدها كدير حتى 40 درهم. حنا كنبيع لكم هاد الباكي كامله ب 60 درهم 12 ميدريال واعره صراحه. والجديد انا دخلت لكم هاد لابواط هادي حتى هي من البلاستار كتهز 2.5 وكتجيب الجيده ديالها ولا كاليتي الصراحه ديال البلاستار كاع ما احتاج ندوي عليها، كتجي معها واحد الشبيكه لداخل نوريها لكم، واحد الشبيكة واعرة صراحة فيها لداخل، كتخدم بحال صفاية صراحة زوينة كتهز من هنايا شوها كتخدم بحال صفاية. هادي الثمن ديالهم جوج كنبيعو جوج ب 1000 ريال، عوض وحدة وحدة ما كنبيعوهاش كنبيعو جوج ب 1000 ريال لحقاش ما فيهمش شي ربح كثير صراحة. عندنا هاد لي بواط هادو كوليس كنبيعو لكم ثلاثة، شدي غزال التليفون هادو باش نوري الناس مزيان هادشي لحقاش هادشي كيبغي الديتاي صراحة. سير إذا عندنا هاد البواط هادي ها هما كنبيعو لكم 63 درهم واعرين صراحة. عندنا هادي ها هي شوفوا معايا كنبيعو لكم جوج ب 50 درهم، هادي كتهز 3 إيترو وفيها الكوليس، والناس اللي باش يعرفوا الديطاي ديال هادي غزلان هادي بحال لي ماك ديال توبروير شي حاجة مليحة تبارك الله. هاد البطا ديالها كيتحيد وهاد الشيء واخا يتفصل شوفوا معايا واخا يتفصل كاع شوف هانتوما واخا يتفصل كيرجع لحقاش الشيء كامل مخدومة غزلان بالسيليكون شي ها هو واخا يتفصل كيرجع، وهذه راه ديال السيليكون يعني عمرها باش لابواط ما تكونش كتنفس
باش لابوط ما تكونش كتنفس صراحه. فيهم التوشيه اللي واعره صراحه. عندنا هذه هايا كنبيعوا 9، هذه هي ديال السيليكون شحال كنبيعوا غزال 9 60 درهم. عندنا هذه حتى هي كنبيعوا 6 60 درهم. وعندنا هذه اللي فيها السيليكون من الفوق كنبيعوا 4 60 درهم. كاين موديل اخر كتهز هذه كتهز 2 أونص. وعندنا اللي طاي فيهم، مي حاليا هذا الشيء هو اللي بقى واقيلا كنظن غزلان في انتظار ان شاء الله يدخل الجديد. عندنا هاد لي بواط هادو حتى هما كيجيو من هاد نفس لاماك، ديما هاد فولي لايف شي حاجه مليحه. عندنا في الكري وعندنا في هاد كرونا كنبيعوا لكم 4 من هادو 60 درهم. عندنا هاد لي بول هادو كيمشيو سيري فيهم الصغيره وفيهم المويانه وفيهم الكبيره، ديما لا مارك فولي لايف شي حاجه مليحه. كنبيعوا لكم هاد السيري كامل ب 700 ريال. ها هو عندنا حتى في لارجون، عندنا حتى في الكري، وعندنا في هاد الكرونا. عندنا هاد الشبيكه حتى هي كنبيعوا لكم 63 درهم، كاينه في الكري وكاينه حتى هي في الكرونا، رائعه صراحه. بالنسبه لهاد البلاطو غيزلان شوفوا معايا، هاد البلاطو كيجي عندنا ندوي بعد على هذا هو الاول. عندنا هاد الغراف هذا حتى هو بلاستار واعر، كاين جوج ايترو كيجيو معاه 4 الغرف. عندنا في اللوينات، عندنا في البياض، عندنا في الكري، وكاين في الغوص ماشي مشكل، بحال الباج ماشي مشكل. شوف الغوص هاد الباك كامل كنبيعوه ب 25 درهم. بالنسبه لهاد البلاطو هذا كاين في البيض، كاين في الكري، كاين في الماغو، كنبيعوه ب 25 درهم. هاد البلاطو راه فيه السيليكون يعني الكيسان ما كيزلقوش. عندنا حتى الكبير ديالو بزاف، عندنا حتى الكبير ديالو هو الثمن ديالو 40 درهم. لا واحد 25 بلاطو 25 هاد البلاطو 40 درهم والصغير ديالو 25 درهم. هاد الغراف كيجي معاه 4 ديال الكيسان الثمن ديالو فقط 25 درهم. اذا اللي خدا هاد الباك يبقى ب 50 درهم غزال. ثمن زوين صراحه، هائل جدا. دونك مرحبا بكم، نجاوب على كيسيون ديالكم، نعطيكم شي اسئله، نعطيكم اجوبه على الاسئله ديالكم، ونشوفوا السلعه اللي مازال ديسبونيبل عندنا. دونك بالنسبه للميناجي الثمن ديالها 180 درهم. باش صراحه واحد المعلومه غيزلان، بزاف الناس جاو عندك هذا الميناجي قالوا كنا كنبيعوه ب 70 درهم ياك. هذا الميناجي باش نشرح لكم، كانت عندنا واحده اخرى فيها سليله، السليله كيكونوا مخشين فيها المعالق، هذه فيها السيبوره اللي سليله فيها تخشوا فيها المعالق والفراش وداك الشيء، كانت عندنا ب 70 درهم. هذه اللي فيها سيبور ديال الانوكس الثمن ديالها 80 درهم. الناس اللي ديجا خداوها هذيك غيعرفوا الفرق، اللي غير شافوها في التصاور فيقدر تبان لهم قريبه لها، ماشي مشكل. دونك مرحبا، حنا غير في نشرح لكم وصافي. اذا مرحبا بكم، دونك كنوري لكم بما فيه الكفايه. عندنا هذا البريق، هذا بريما كويزين، بقى عندنا في البرونز وبقى عندنا في لارجونتي، كنبيع لكم الصغير ب 100، اللي تابعوا ب 110، اللي تابعوا ب 120. اذا مرحبا بكم. هاد القريعات عندنا واعرين صراحه، القريعات كيجيو كحلين مات، شوفوا معايا كحلين مات زوينين هاد القريعات. كنبيعوا الصغار اللي تابعها والكبيره، الكبيره راه فيها جوج ايطرو. كنبيع لكم هاد القريعات كاملين فقط ب 60 درهم، ثمن زوين صراحه واعر بزاف. عندنا هاد البريق هذا اولا هاد البراد الثمن ديالو كنبيعوه ب 60 درهم. وعندنا هذا بقى عندنا في الكبير كنبيعوه ب 75 درهم. مرحبا بكم. دونك السلام عليكم، شي طحانه كهربائيه زوينه ورخيصه امتى لله كتقول لي السلام عليكم شي طحانه زوينه ورخيصه، هذا هو الطلب ديالنا حنا المغاربه كاملين، كنبغيو حاجه زوينه ورخيصه. المهم اختي عندنا واحد الوحده ماشي مشكل، مرحبا بك. نعطيك واحد الموديل اللي عندنا، هذه لا مارك 15، هذه الشيء كطحن حتى القهوه زوينه صراحه، داولنا نشكروها. غير هذه راه كتبغي التكايوس، راك عارفه وراك طلق وراك طلق وراك طلق، ما تبقاش مرك عليها بزاف وما طحنيش بها لا كونتيتي كثيره، ادي لك تبارك الله عمرها تقول اح، غير ما طحنيش بها كونتيتي كثيره، ماشي تجيبي مثلا 4 كيلو ديال اللوز وباغي تطحنيها في هذه، راه ما يمكنش. هي وراك طلق وراك طلق، الثمن ديالها 65 درهم. والزوين فيها ان فيها 4 شفرات، ماشي المولات جوج شفرات، انا نوريها لكم ها هي. الزوين فيها ان فيها 4 شفرات، يعني طحن لكم اللوز، طحن القهوه، طحن كل شيء. هذه الثمن ديالها مناسب صراحه، ولا تكيس عليها دير لك تبارك الله. بالنسبه للمقراج اونينوكس مضوبل من التحت كنبيعوه ب 140 درهم. عندنا الجرانيت كنبيعوه ب 150 درهم حتى هو مضوبل من التحت. عندنا كرافت ها هو 4 ايترو 110 درهم. وعندنا ديال 3 ايترو كنبيعوه ب 90 درهم، مول جوج 80 درهم تسالينا. مرحبا بكم. شكون عاود ثاني؟ السلام عليكم، كتقول لنا عافاك شي طحانة، عافاك ورينا داك الشيء البريستيج اللي فوق البراد اللي فيهم التفصيل ديال الكاج. اختي كنظن وقيلا دويتي على هادو، يلاه جاو جداد هادو، الثمن ديالهم كيديروا 200 درهم هما على جوج، واللي كانوا قدام عندنا الثمن ديالهم 180 درهم. هادو اللي دخلوا جداد دخل موديل جديد، شوف كيفاش داير الثمن ديالهم على جوج، هادو بجوجهم كيديروا 200 درهم، وهادو كيديروا 180 درهم. هادو ما بقاش عندنا في اللوان، بقى عندنا غير في الكحل، وهادو الثمن ديالهم كيديروا 200 درهم. بالنسبه لهاد التوشيه كدير 150 درهم،
واعره حتى هي سكريه كيجيب المعيقات ديالها كتجيب كلشي ليها. عندنا هادو الثمن ديالهم 70 درهم كيجيو بهاد الحطاطيه تحت هي ديالهم، وهادو الثمن ديالهم 80 درهم عندنا في البيض وعندنا في الكحل. ثلاثه ديال القريعات كيجيو بالسيبوره ديالهم ديال العود، هاد الطوال 70 80 درهم والقصار 70 درهم. بالنسبه للمبيخرات هذه ديال العود كدير 60 درهم، هذه ديال الباب كدير 70 درهم، وهذه ديال العود اللي فيها التوشيه ديال البخور الثمن ديالها كدير فقط 80 درهم. مرحبا بكم. عندنا توشيه ديال العطريه هذه الثمن ديالها 140 درهم، هذه حتى هي الثمن ديالها 140 درهم. السلع ديال فاس صراحه ما بغيتش ندوي عليها لحقا جاي ان شاء الله نهار الثلاث عاد غنعطيكم الجديد ديال السلع ديال فاس. هاد الطبوقه جايين بريدات زوينين صراحه، والمبيخره حتى هي جايه ان شاء الله. المهم هاد الطبقه كيدير 190 درهم هو اللي باقي عندنا، داكشي الاخر راه تساله، هذه 140 درهم حتى هي باقي عندنا، اما داكشي الاخر راه تساله يلاه غيدخل ان شاء الله. اذا كنظن وريناكم بما فيه الكفايه في انتظار ان شاء الله لايف جديد، ونزيد ان شاء الله نوريكم سلعه اخرى. عندنا هذا البلاطو هذا هو اللي غنختموا به ان شاء الله، الثمن ديالو 90 درهم صولدي، عندنا في الغوز وعندنا في الشيبي، هو اخر ارتيكل غنوريو. اذا كنتم مباشره من محل الكوميونيزات فتيحه عين السبع، فبقى لي غير نوريكم لا لوكاليزاسيون ديال المحل. بالنسبه للمحل ديالنا كيتواجد في عين السبع، الناس اللي بغاو يجيو للمحل ديالنا سواء من المحمديه ولا سواء من سونتر فيل، هذا اللي كتشوفوا اون فاس معنا هو التكوين المهني، هذا هو التكوين المهني. الى جيتوا اللي معروف دابا في عين السبع حاليا انا غنوريكم هو واحد الكلينيك، راه هو كلينيك كبير تبارك الله اللي هو اش بي سي، اكبر كلينيك كاين في عين السبع. الا جيت واحد هذا الكلينيك كاين حداه الرون بوان، كاين الرون بوان حداه، هذيك الرون بوان تسولوا شي عساس ولا تسولوا شي مول مسمن، واحد مول مسمن كاين تما ولا شي عساس، قولوا لي حمام الزيتونه اولا قولوا ليه فاتحه مولات الماعن، فغينعت لكم الطلعه. حنا راه عين السبع راه واضحه وباينه، الشوارع راض، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غتلفكم، داك الشيء راه واضح وباين، كاين الحمد لله فين تبلاصيو. جيو مرحبا بكم الناس اللي عندهم طوموبيل، اللي ما عندهمش اللي ما عندهمش طوموبيل، الترام راه كيحط الفوق حدانا. بالنسبه للطاكسيات ديال الحي المحمدي ديال درب السلطان ديال المدينه كاملين كيحطوا تما في الرون بوان حدانا، غير تنزلوا على رجليكم وطلعوا من المدينه كيجيبوه من الحي المحمدي من كلشي، طلعوا مع هاد الطلعه. كاين حمام الزيتونه، ها هو حمام الزيتونه هو اللي مغيباش معروف بهاد الشجره ديال الزيتون، وعندنا المحل ديالنا راه ملاصق مع حمام الزيتونه. اذا كنتم مباشره من محلكم في ميزات فاتحه عين السبع، بقى لي واحد الارتيكل زوين غنوريه لكم الصراحه. متفائلة بالله كتقول لنا هاشوار، اختير الهاشوار لي بروموسيون ديالهم قرب يتسالى، حاولوا تجي تفوزي بهم. بالنسبة شوفوا معايا هذا الجفاف العجيب، الجفاف العجيب اللي كيتعصر غير بوحدو، الثمن ديالو 60 درهم، فتا هو باقي ديسبونيبل عندنا. إذا مرحبا بكم، كنتم مباشرة من محلكم ميزات فاتحة عين السبع.